الحاجات اللي الواحد يعملها في الأشهر الحرام إن هو يصوم ويصلي ويدعي ربنا. عدم النميمة في بعض، عدم الجدر، نحاول إن احنا نبعد كتير قوي عن الذنوب اللي احنا بنرتكبها يوميا. ده غير الناس اللي بترتكب طبعا ذنوب كبيرة جدا، المفروض يعني الشهر الحرام فرصة في إن هي تكفر فيها عن ذنوبها. أكيد طبعا العنف طبعا ده ممنوع، ده أول حاجة، لأن احنا في أشهر حرام ممنوع، ربنا محرم أصلا القتال فيها أو أي إن حد يموت حد أو يقتل حد أو يأذي حد، ده طبعا كله المفروض إنه حرام، يعني ده لا يموت اللي هما بيعملوه، ده لا يموت للدين بأي صلة. الفترة اللي احنا فيها ديت في انتهاكات كتير وفي دم وفي إرهاب وفي انفجارات، فالمفروض ده حرام طبعا وفقا لشريعة ربنا. الحاجات اللي الناس المفروض تراعيها في الأشهر الحرم دي، أول حاجة العنف، يعني إن ربنا محرم العنف في الأشهر الحرم دي كلها. أي بني آدم يسفك دم أو يسرق أو يأذي أو يقتل أو النار موجودة، جهنم موجودة. يا جهنم اتعملت لمين أصلا؟ للناس دي. أهلا بكم من جديد. وفضيلة الإمام، لماذا سمي هذا الشهر تحديدا دون غيره من الأشهر الحرم بشهر الله المحرم، ولماذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشهر بأنه شهر الله؟ شهر المحرم هو في الحقيقة كان هناك دورة للشهور، الدورة دي حدث فيها ما يسمى بالنسيء، والنسيء كان يحصل تدخل من الحاسبين، والحاسبين دول كانوا في قبيلة معينة علشان يلخبطوا الأشهر، لأن يقولك احنا في شهر المحرم ما تخليه صفر السنة دي علشان نقاتل، عاملين زي إخواننا دول النابتة الخوارج عايزين قتلوا، عايزين نشوف دم، فكانوا يغيروا الأشهر. وربنا حرم هذا وقال إنما النسيء زيادة في الكفر، النسيء التغيير هذا الذي يتم بحيث إن هم يزحزحوا الأمور. فشهر المحرم له تاريخ، وكان هو يعني نهاية الشهور فعلا، فكنا نبدأ برجب الأصم أو الأصب، وهو رجب الأصم، الأصم أو الأصب أو الفرد، نعم، وكان هذا وحده هكذا. ثم ثلاث شهور متتالية تبدأ بالقعدة ثم الحجة ثم يليها شهر الله اللي هو آخر المحرمات، فسمي بالمحرم لأنه آخر الأربع شهور. ده الترتيب الرباني الإلهي، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. فالأربعة الحرم دول كانوا هكذا، واحد فرد وثلاثة سرد، نعم متتاليين، قولوا كده، واحد فرد وثلاثة سرد ورا بعض، يعني فآخرهم كان المحرم. لما سيدنا عمر جه، وإحنا عندنا شعيرة وركن من أركان الإسلام الحج، والحج نشهد فيه منافع الأمة، ويأتي كل الناس من كل أركان الأرض إلى هذا المكان، ولذلك نتداول فيه مصلحة المسلمين في الأرض. لما نرجع بقى عايزين نطبق القرارات اللي اتخذها مؤتمر الحج الأكبر، فقال يبقى نبدأ السنة من هنا، لأن في الحقيقة إنه النبي عليه السلام هاجر في ربيع الأول، ولما دخل المدينة دخلها تقريبا في يوم مولده، نعم يوم الاثنين الثاني عشر، فيعني في تقريبا في يوم مولده، كان من المنطق إن احنا نعمل ربيع الأول، هو بداية السنة الهجرية، هو بداية السنة صحيح، لأنه حصل فيه الهجر، بس ربيع الأول يبقى هنتأخر شهر ثلاث شهور، احنا خلصنا الحج يوم 12 الحج، نعم 12 محرم ل 12 صفر ل 12 ربيع، بقينا ثلاث شهور، احنا عندناش وقت،
احنا عايزين نطبق فورا. المسافة لما خدها من مكة الى مصر الى المغرب الى العراق الى الهند هتاخد لها 15 يوم 20 يوم اللي هم بقيت شهر الحج. وصلت بلدي بعد العشرين يوم دول أبدأ الشغل بقى في تنفيذ القرارات دي. كانت وجهة نظر رجل الدولة الأول، رجل الدولة المحترم، رجل الدولة الذي دون الدواوين والذي بنى الدولة، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تربية النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بقول تربية النبي ردا على إخواننا دول اللي ما هوش عاجبهم أبو بكر وعمر وبيقول لك ده هم دول اللي لازم نحاربهم أولا. حاربكم الله، أتتهمون رسول الله؟ ده ربايته دي اللي كانوا على دي. ده احنا قلنا أبو طالب ناجي وفي الجنة لأن النبي تربى في بيته، ومنتوا جايين في أكابر الأمة وتعملوا كده ما يصحش، غلط. فالمهم الحاصل أن المحرم كان نهاية الشهور الحرام، ولذلك فهو دال عليها، يعني خلاص التقل كله بيبقى في المحرم. نمرة اتنين، أصبح بداية من أجل الحج، يبقى أصبحت هذه البداية يسموها بتوع الإدارة وبتوع الإنسانيات بداية وظيفية، بداية وظيفية يعني لها وظيفة. إيه وظيفتها؟ التنفيذ، وظيفتها التنفيذ. فوافق أننا نبدأ عاما جديدا مع رحمة جديدة ومع صفحة جديدة، لأن الحج كله مبني على فكرة الصفحة الجديدة. فإنه من حج لله ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنبه كيوم ولدته أمه، صفحة جديدة. فأنا بعد الحج خرجت بصفحة جديدة، أعمل إيه بقى؟ أبدأ بداية جديدة في علاقتك مع الله، صحيح، وفي علاقتك مع النفس، وفي علاقتك مع الناس، سواء كان الناس دول القريبين ولا البعاد ولا المجتمع ولا الدنيا كلها. الصفحة الجديدة هي مفهوم الحج، وهي مفهوم أيضا أشياء تانية أشار إليها النبي عليه السلام لما يقول لنا من رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، من الصلاة من الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، من الصلاة إلى الصلاة كفارة. إحنا شغالين كله بدايات جديدة، لكن في بداية يومية، في بداية أسبوعية، في بداية شهرية، في بداية في العام، في بداية كمان لهذا الوافد الجديد والعام الجديد اللي بيذكرنا بأن الزمن بيمضي وبأننا يجب علينا أن نغير أنفسنا قبل الفوت والموت. فهذه كلها كانت الدوافع لسيدنا عمر اللي قال فيها أنه إحنا بعد ما نرجع من الحج نبدأ عام جديد من أجل التنفيذ، من أجل تنفيذ المشورة التي تشاور فيها المسلمون ماذا يفعلون في العلم، ماذا يفعلون في الحضارة، ماذا يفعلون في السياسة، ماذا يفعلون في كذا إلى آخره. ومن طيب ما هنالك أنه في الحقيقة في المملكة العربية السعودية بدأوا منذ زمن كبير وعملوا حاجة اسمها رابطة العالم الإسلامي، وكان هدفها هو هذا، تجميع الوفود، سمع المشورة و قضايا الأمة تثار في هذا المجال. ثم بعد ذلك عملوا حاجة يمكن من سنة أو سنتين، والسنة دي عملوها، اسمها ندوة الحج الكبرى. وفي ندوة الحج الكبرى يمثل فيها من كل الدول 57 دولة فيها مسلمين، وكذلك في دول ما هيش إسلامية ولكن فيها مسلمين، يمثل من كل دولة يمكن 130 دولة تحضر الحج، يمثل الكذا ونسمع وجهة نظره إيه في مسألة. وكانت المحاور بتاعة الندوة بتاعة السنة دي إنه ما هي في رأيك الآثار الإيمانية للحج، يعني ترجع وتعمل إيه، ترجع في الفرد والمجتمع، الآثار الإيمانية للحج في الفرد وفي المجتمع. صحيح. الفرد يبدأ حياة جديدة إزاي؟ المجتمع يبدأ حياة جديدة إزاي؟
وكل الحاجات دي بتطبع بعد نعم. ذلك وتنتشر وتأخذ طريقها نعم. للتواصل الاجتماعي نعم. لكن كله ده يبقى لسه المسلمين مدركين أهمية هذه البداية نعم. وأننا في وقت أو في شهر يجب علينا أن نستقبل به طريقنا إلى الله سبحانه نعم. وتعالى بانفتاح جديد. أكيد. طيب هل يجوز أن نحتفل بالهجرة النبوية المشرفة في شهر الله المحرم في هذه الأيام على الرغم أنها وقعت في ربيع الأول؟ هل يؤدي هذا الأمر إلى تشويش بالنسبة لعامة الناس؟ هو إحنا مش بنحتفل بالهجرة، إحنا بنحتفل بالعام الهجري. نعم. وهناك فرق بين احتفال الهجرة اللي بنعمله برضو في ربيع نعم. وما بين رأس السنة الهجرية. نعم. العام الهجري بيذكرنا بهجرات الأنبياء. سيدنا موسى هاجر صحيح. سيدنا نوح هاجر، سيدنا لوط هاجر. نعم. سيدنا إبراهيم صحيح. هاجر صحيح. فآمن له وقال إني مهاجر إلى ربي سهدي. إني مهاجر إلى ربي دي بتاعت إبراهيم. سيدنا آدم هاجر. ففي هجرة الأنبياء ما هوش قصرة على سيدنا الأكبر سيدنا محمد. فسيدنا عيسى هاجر وجه مصر وشرفها ونورها. إذن الهجرة ده معنى. ثم إن نوع السلام من ناحية برضو الإجرائية قال لا هجرة بعد الفتح، خلاص فتحنا مكة ما فيش هجرة. تهاجر منين؟ الهجرة كانت للحبشة حتى نفر من غلواء المشركين والوثنيين. الهجرة كانت إلى المدينة حتى نفر بالدعوة من القتل ومن الاغتيال ومن كذا إلى آخره. فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواج. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وتحولت الهجرة إلى معنى مش إلى حدث. ولذلك احنا في عام الهجرة بنحتفل بالمعنى. ايه هو المعنى اللي هو باقي معانا بقى بعيد عن الحدث، بعيد عن ان النبي عليه السلام خد ابو بكر ومعاه عامر بن فهيرة وذهب كذا وكان معاهم عبد الله بن أريقيت. الحدث ده اصبح حاجة تانية. ايه الحاجة التانية؟ اصبح يقول لك ايه، من هاجر والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ما بقاش المهاجر هو من مكة إلى المدينة اللي هم أسيادنا المهاجرين اللي هم احتضنوهم سيادنا الأنصار، لا ده حدث، ده حدث. ولكن أصبحت الهجرة معنى، والمعنى ده نتكلم فيه دلوقتي ونتكلم فيه في كل وقت، لأنه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يقول لك ولو أن تهاجر شبرا من الأرض. وكنا وإحنا صغيرين نقول إيه، نقول واحد كانت الأوتوبيسات عندنا في شبابنا زحمة قوي، زحمة زيادة عن اللزوم يعني. فيحصل إن واحدة ست بتعدي إنه كذا إلى آخره، فنتحرك كده شبر يعني عشان أبعد، بتفتح لها الطريق، أفتح لها الطريق. صحيح. قال ده هجر. نعم. لأنك شبر من الأرض كده بعدت عن تلاصق الأجساد دي هي اللي هي منهي عنها أو اللي هي مكروهة أو اللي هي قد تؤدي إلى تحرش والعياذ بالله أو كذا إلى آخره. ولو أن تشوف إزاي شبر من الأرض. فين الشبر؟ يعني إيه شبر من الأرض؟ خطوة. ما فيش خطوة، ده الخطوة شبرين ثلاثة. تاخد بالك يعني ايه شبرين اللي في الأوتوبيس دي. فكنا نقول الحاجات دي. فالهجرة أصبحت معنى. صحيح. أصبحت معنى. نعم. وبعدين الهجرة منها هجرة أمن وفي هجرة إيمان. صحيح. ففي هجرة الإيمان كانت سابقة على هجرة الأمن. هجرة الإيمان راحوا بها للحبشة يفرون بدينهم، لكن هجرة الأمن هجرة الأمن راحوا بها للحبشة. الأمن هي اللي راحت للحبشة يفرون علشان هيضربوهم هيموتوه. وهجرة الإيمان هي بتاعت المدينة ودي ليها شروطها ودي ليها شروطها. الكلام ده اللي هو تحول الهجرة إلى قضية هو اللي بنتكلم فيه في عام الهجرة مش في حدث الهجرة. صحيح. بارك الله فيكم. فضيلة الإمام، ما هي الأمور المستحبة
في شهر الله المحرم. سمعنا في التقرير الإخوة الأعزاء يتحدثون عن الصوم، عن الصلاة، عن العبادات، عن نبذ العنف، التوقف عن النميمة، كف اليد عن الأذى. ما هي الأمور المستحبة في هذا الشهر المحرم؟ هو شهر الله المحرم يعني ورد فيه كثرة الصيام. كثرة الصيام. كثرة الصيام. نعم. نعم. أشد شهر خلا رمضان في الصيام في حديث عائشة أنه شعبان. نعم. في روايات أخرى أنه المحرم. أنه أكثر ما صام صام المحرم. المحرم. فالمحرم الصيام في الحقيقة مع الذكر، الصيام مع الذكر من عايز أقول لك العبادات اللي ممكن الواحد يعملها بسهولة، لأن الصيام ده عبارة عن امتناع، ممتنع عن الأكل والشرب من الفجر لغاية المغرب، ما حدش حاسس بيها. صحيح. لا تأخذ وقتا يعني. لا تأخذ وقتا ولا تمنعني من حاجة. صحيح. يعني ما بتشغلش. صحيح. شيء. صحيح. لأنه ترك. والذكر وأنا شغال ذكر كده ما يجراش حاجة. نعم. فإذا الذكر دي العبادات بتاعت العصر بتاعنا اللي هي مش عايزة وقت، لأن احنا تصورنا ان الاتصالات والتقنيات الحديثة والوصلات وكذا الى اخره وفرت لنا وقت. لا، دي اثقلت الدنيا، واصبحنا مكلفين بالاتصال بده وبعدين كذا وبعدين اجري من مكان لمكان. ما كانش الامر كده الاول. ده كان فيه هدوء وكان فيه استقرار، وكان الميت يموت في الصعيد ما عرفش الا بعد 15 يوم. النهارده الحق ده بيموت، فانزل بسرعة بالعربية لأنه في إمكانية في كده. فأسقل الوقت، فأصبحت من العبادات اللي بتجعل الإنسان مع الدعاء والذكر والصيام. نعم. وأشياء من هذا القبيل. نعم. وهذه هي التي نبدأ بها علاقتنا. نعم. مع الله. الصيام بالذات هو سر من أسرار العبد مع ربه. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نعم. فمن أجل هذا البداية وبعد الحج. نعم. تكون في الصيام. نعم. أولى. نعم. طيب، في هذا الشهر يوجد يوم عاشوراء، وحضرتك ذكرت أن الصيام في من أحب فترات أو أيام الصيام هي في شهر الله المحرم. ما فضل الصيام يوم عاشوراء؟ يوم عاشوراء ده يوم ذكرى نجى الله فيها موسى، والنبي عليه السلام بيفهمنا الأمة بتاعتنا أن لها امتداد رأسي وامتداد أفقي. الامتداد الرأسي من لدن آدم لغاية النهاردة. نعم. دي أمتنا. نعم. أمة بتشيل قضية، وهي قضية نمرة واحد وجود الله، نمرة اتنين أن هذا العالم قد خلق لغرض، ونمرة تلاتة أن الغرض ده هو عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ونمرة أربعة أن الله لا يتركنا عبثا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ونمرة خمسة أن في يوم آخر وأن في حساب ثواب وعقاب وأنه في جنة وفي نار، نمرة ستة أنه لابد علينا أن نفعل الخير بالبرنامج الذي تركه الله لنا، ونمرة سبعة ونمرة أن نعمر الأرض، أن نزكي النفس في برنامج. صحيح. البرنامج ده جابوا آدم، جابوا نوح، جابوا إبراهيم، جابوا عيسى وموسى ومحمد. فالأمة لها امتداد رأسي. كأمتكم أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة. وله امتداد أيضا أفقي. فهناك من طنجة إلى جاكرتا، ومن غانا إلى فرغانا، أمة واحدة. ولذلك هذا الامتداد الرأسي وهذا الامتداد. نعم. بيجعل هذا الدين دين إنساني، بمعنى أنه لا يميز بين العربي والأعجمي ولا بين الأبيض والأصفر والأسود وكذا إلى آخره. نعم. 40 وأكثر من 40. نعم. صحابي سود أسود بلاك. ولكن منهم من؟ منهم سيدنا بلال. نعم. رضي الله من وهكذا. نعم. يعني إذن منهم صهيب، منهم، فهي الدين ده بمفهوم أمته. نعم. الذي هو له امتداد رأسي وله امتداد أفقي.
بيجعل المسألة إنسانية، يعني بيجعل هذا الدين ليس مقوقعا على نفسه، ولا بيقول اليهود بيقولوا لا ولاد إسرائيل بس هم اللي متدينين ومالناش دعوة بغيرهم. أصبح الدين له دعوة بالعرق ومحدش يقرب عنه، وليس دعوة إنسانية للبشرية، وليس دعوة إنسانية مفتوحة على شعب أو إنما فتح. هو لابد أن يكون في عرق معين أو نسب معين أو كده. لا إحنا لا إحنا عندنا لا فضل لعربي على أعجمي ولا أحمر على إلا بالتقوى. التقوى هي المفهوم ده. فمن هنا كان المفهوم الأمة المنفتحة دي ومفهوم الإنسانية بيؤدي بينا إلى أن إحنا بنحترم موسى وبنؤمن بعيسى صحيح. فلما دخل النبي عليه السلام المدينة وجدهم صيام في عاشوراء، قال ما هذا ما هذا أنتم بتعملوا ليه كده؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى. قال نحن أولى بموسى منكم. نحن أولى بموسى منكم منكم من موسى ده بتاعنا حتى. نعم. ولذلك المسلم اللي ينكر موسى ولا يشتم موسى ولا لا يبقى كفر، مش مسلم. المسلم اللي يزعل من سيدنا عيسى ولا من سيدنا ابراهيم ما يبقاش مسلم. نعم. فاحنا ما عندناش مشكله مع حد، لانه احنا امه منفتحه، احنا امنا بكل الرسل وكل الانبياء وبقضاياهم. نعم. ان في اله، ان في تكليف، ان في يوم اخر، ان احنا جايين هنا للعباده وللعماره، ان احنا نعمل الخير ونبعد عن الشر. احنا ولذلك العيال النابتة اللي شغالة دلوقتي دول واللي احنا بدأنا بيهم الحلقة اللي بيعملوا يقتلوا الأولاد دول مش فاهمين حاجة، مش فاهمينها من أصلها. الهرم عندهم مقلوب، الهرم صحيح مقلوب. حضرتك ذكرت هذا الأمر من قبل، ولكن فضيلة الإمام البعض يتحدث عن فضل صيام يوم عاشوراء بأنه يكفر سنة سابقة. صوم عاشوراء إذا حبينا نتكلم عنه فإنه في حديث صححه الأئمة، وأخرهم كان الشيخ أحمد بن الصديق الغماري في كتاب أسماه هداية الصغرى في تصحيح التوسعة على العيال يوم عاشوراء. كل هذا عنوان كتاب بس كتاب صغير اللي هو حديث بيقول انه، وده طبعا الأئمة يعني هو صححه وجمع أسانيده وكذا إلى آخره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. فعبد الله بن المبارك من السلف الصالح كان يقول جربته 60 عاما فوجدته صحيحا. جربه ازاي؟ جه السنة دي وسع على العيال يوم عاشوراء فربنا فرج وكتر الارزاق. السنة اللي بعديها ما وسعش فالارزاق جت ضيقة شوية. السنة اللي بعديها ما وسعش برضو فلسه اللي بعديها وسع فجات الادي كده. يبقى اذا التجربة. وانا بقول انا بقى شخصيا جربته لغايه النهارده ادي 43 سنه. نعم ربنا يديكم الصحه والعافيه. طب نوسع بقى مولانا ادينا يعني المهم التوسع يعني ولا توسع في فلوس ولا توسع في ايه بالظبط؟ شوف ادخل السرور على اهلك. نعم. ولذلك المصريين لانهم كانوا يسمعوا الاسلام فيحولوه الى برنامج عملي. اللي بيقول لك علينا كفار دول الجهله ومبتدعين نعم بنعمل العاشورة امليه عمل لك كده. في عاشورة تلاقي المتيسرين جابوا بطه تمام واخد بالك، والتاني يتريق والتاني مش عارف انه ده تحويل المعاني الى برامج عمليه. يعني ده ليه اصل في السنه النبويه وله حديث في السنه النبويه. نعم. وصحيح. نعم نعم. فيجيبوا بطه يوكلوها ليه؟ لان على العيال. يوسع على العيال. يعني العيال ما كلتش البط ده، عايزين نشوف البط ده شكله ايه الزفر. هم يجيبها لهم في الوقت ده. هم ربنا يوسع علينا. نعم. نعم. وراحوا عاملين الحلاوه اللي عامله زي المهلبيه دي ولا البليله. ويعمل منها حاجه اسمها عاشوره. أيوة وسماها عشورة. نفس الاسم ده. وكنا زمان نتبادل الهدايا، بمعنى ان هو الجار عاملين عاشوره فيروحوا يجيبوا لنا طبق عاشوره، وبعدين احنا بقى ما نرجعش بقى الطبق فاضي.
فنرجعها لهم وفيها مهلبيه او رز بلبن. لا، المصريين اهل ديانه واهل حضاره. وبيحولوا الاوامر الى عادات وتقاليد وحاجه حلوه. صحيح. فنوسع على كل واحد على قد حاله. وما نستلفش ولا حاجه، لكن نحوش في الشهر بتاع القعده، من القعده نحوش ونوسع في المحاضره. فانتوا بتحبوا ايه يا اولاد؟ احنا بنحب كذا وكذا وكذا، قوم نجيبه لهم يوم عاشوراء توسعه على العيال يوم عاشوراء من غير صرف. صحيح. طيب استاذ فضلتك، نخرج الى فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل نعود لاستكمال هذا الحديث الطيب مع فضيله الامام العالم الجليل الدكتور علي جمعه. ابقوا معنا.